السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخونا أبو السعدي، إيش صار معك اليوم؟ عليكم السلام. اللي صار معي اليوم اللي صار معي اليوم أن أنا كنت واقف من تحت البيت، أنا وأولاد عمي تحت البيت، إلا لقيت أربع شرطيين أو شرطيين طلبوا هوياتنا، أعطناهم من غير ما نتجادل معهم، أعطناهم وكانوا بدهم يروحوا. إلا بجيت حكاية شرطي باسم بوريس، شرطة نوعه معروف يعني شرطة سير، لو بحكي لي هو قال وين ما اروح بشوفك، قلت له انا تحت بيتي، بقول لي انا بديش اشوفك، بديش اشوفك تحت، اطلع على بيتها. بقول له ليش بدي اطلع بيتي، انا واقف مع اولاد عمي، ليش اطلع البيت؟ فاجا وخبطني بوكسين في صدري، بوكسين في صدري، سمع، وتهجم علي. زوجتي بتحكي له يعني ليش تعمل هيك؟ بقول لها انت سكر تمك ما تحكيش، تستميت طبيب العبري، تستميت طبيب العبري. بقول لي ليش لما بشوف كل محل انا بشوفه، كل محل انا بشوفه. قلت له يا عم ايش يعني انت ممنوع تلف في الليل؟ عم بين انه هيك انه في عنده تقرير انا ممنوع الف في الليل او انا مزعجهم من شيء ما بعرفش انا. يعني كان يعني كان مرداف، كان شيء كانوا يدوروا على شيء انت ممنوع تكون موجود. لا ولا شيء ولا طب يعني سبب. يعني بيجي بوليس بقول لك، بيجي بوليس بقول لك ممنوع تكون تحت الدار. ممنوع اكون تحت الدار، مش شوفني في الشخنة، وين ما يكون هو بده يشوفني. هالكلام. يعني تحشاني. يعني انا مخبصت خبل هذا. هيك يعني الصورة يعني يعني انا بدور عليك. بدور عليك بالمعنى العربي. يعني بتشوفني ماشي بالطريق تحيدني. بعد عني. ايش رسالتك لاهل اللد؟ رسالتي اول شيء مش اهل اللد، اول شيء رسالتي للي ايدوا حضور الشرطة للد. قصدك اعضاء البلدية؟ كل واحد ايد. هذا هو الجواب. الشرطة مش جاي تخدمنا. الشرطة جاي تتعدى علينا. الشرطة مش واقفة معنا ولا بتحب الجريمة. هاي بدي احكي لهم اياها. الشرطة ايش جاية تعمل؟ تنتقم منا. تنتقم منا. طيب. انت باليومين اللي فاتوا من ساعة ما رصاصة وقعت في دار واحد من المتدينين، شايف انه البوليس مستوحش على عرب الليد؟ شايف انه هو مسك ناس بطخ ولا قاعدين يتفششوا في الناس البسطاء؟ يا ابو يوسف يا بركه، الكلام من جماعه الليد. البوليس بعمل الشغل. البوليس اجى عندنا على الليد بس للمخالفات، فقط للمخالفات. بس للمخالفات. ما له، كتبوا يعني بعضكم طخوا على بعض. هو ما جاي حرب الجريمه. هو جاي هو فرصه انه انا بده يعبي جيبته. يعبي جيبتي. بده يذبح العرب بالمخالفه. هذا هو صحيح، هذا الكلام مظبوط. انت يعني حسيت انه انت بني ادم مرقت عمليه يعني مش من زمان، وصحتك يعني الحمد لله لساتك ما لساتك بمرحله الشفاء. هذا الاشي كان ممكن يصير مع اي واحد موجود، مظبوط ولا انا غلطان؟ 100%. وهذا كان ممكن وانت معك صور ومعك توثيق انك انت ما حكيتش مع البوليس ولا اشي. معي تصوير وكل شيء موجود ان انا ما تعديتش عليه ولا حكيت معه ولا كلمة، ولما طلبوا هوياتنا قلت لهم تفضلوا بأدب، يعني ما كان لا مجددين لهمش ولا حكينا معهم. هو مشكلته ان انا موجود في وجهه دايما في رمات شكول. يعني ممكن يجي لأي واحد يقول له بديش اشوفك ويلا امشي نصرف واطلع على الدار. وغير هيك انه مد ايده. غير ايده اجى مستوحش، انت ما حدش شاف الصوره اللي ما اجى فيها. اجى مستوحش يعني كانه انا عدوه وبتهجم عليه، وبالفعل هو معتبرني انا عدوه، وكل عربي عدوه. بوريس هذا مش انا الوحيد اللي بشكي منه، كل اهل اللي بتشكي منه. انه البني ادم هذا عنصري وبحارب العرب، وفيش بني ادم بيمسكه الا ياخذ من المخالفه، فيش عنده رحمه. وانا بعتقد ان الشرطه زي هذا مالوش وجود بيننا، مالوش وجود بيننا في اللد. اللي بيعتدي على ناس امنين واقفين تحت بيتهم من غير ما يحكموا على كلمه ولا يجدلوه ولا يسبوا عليه ولا يعترضوا على اللي بيعملوه، يبقى هذا اسمه. طيب احنا قبل تقريبا شهر ابو السعدي، قبل شهر ابو السعدي في بنت عربيه كان عندنا شريط اللي انكسرت ايدها ونزلوا عنها الجلباب ونزلوا عنها الحجاب اسف، ومبين انه الرد تبع عرب اللد ما كانش زي ما لازم، لانه الشرطي لحديت هلا هو بيشتغل بالهذا لساته شغال بالتحنه، ومبين انه البوليس يعني كيف بيحكوها مستهتر فينا لانه كان ردنا هزيل.
للاسف للاسف ردنا كان هزيل، ردنا كان هزيل، واحنا سمحنا لهم انهم يتمادوا في رفضهم. واحنا بدل ما احنا نطلب انه البوليس يعمل شغله، احنا قاعدين نطلب انه البوليس يجي يعطينا زياده مخالفات. واحنا المهزله اللي صارت امبارح، بعض الناس اللي شاركوا في مظاهره القرعين التراني مش فاهمين انه هم قاعدين يسيئوا لعرب اللد، وهم قاعدين يأذوا عرب اللد. والدليل ايش صار معك اليوم، وهذا كان ممكن يصير مع كل انسان، مع كل انسان هذا كان ممكن يصير. احنا على كل حال ابو السعدي، انت لساتك واقف قدام مركز الشرطه. نعم. انت اجيت على مركز الشرطه على اساس انه ايش انا اقدم شكوى على الشرطي، على ليلى قالوا لك متاسف شيء ولا شيء؟ وانا يعني نصيبي اخر مده انا زر المحش، اخذت قبل يومين الواد الشاب اللي هجم عليه بالفرد، كان بتذكر لما سحبت. ايوه رحت المحش قدمنا شكوى، وان شاء الله بكره من الصبح انا ان شاء الله بالفيديو اللي معي متوجه على محش ومع الشباب اللي كانوا واقفين معي وشهود على الوضع، متوجه لمحش واشكي عليه ان شاء الله. انت بعد ما تخلص شكوى على محش ابو السعدي، خذ وتتباع تتباع 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 البوليس شخصي على انه تهجم عليك. وين اي نفس الخليل يمكن موجود؟ اخذت البراتيم من الشرطه، اعطوك البراتيم مسبار شوتير وكله. اخذها ان شاء الله. هاي كان موجود خليل كمان. خليل بدك تحكي كلمه؟ بحكي. انا والله كنت واقف مع ابن عمي وقاعدين بنحكي عادي، واقفين من تحت البيت وهيك، تحت الدار وهيك واقفين عنده. اشكر انا شفت انهم جايين عليه و تهجموا عليه. اجوا قالوا له انت كل محل ما نشوفك فيه، وقال له انا تحت الدار، قال له مش مهم كل محل بشوفك فيه، واجى دزه. يعني شيء مش طبيعي، عن جد مش طبيعي. حسب رايك، انا بدي اسالك بما انه احنا حكينا ماحش ومش ماحش، حسب رايك في تاثير انه ابو السعدي اخذ واحد من الشباب اللي تعدى عليه البوليس ورفع عليه الفرد وراح قدم عليه اتلوناب ماحش، إله تأثير على متأكد إنه هذا سبب مباشر للاعتداء اللي صار اليوم؟ أنا حسيت إنه كان عليه يعني الشرطي ورمان، ورمان أبو سعدي ورمان، يعني جاي مع إنه كانوا غيره 6 7 8 يعني بوليسية كانوا غير البوليس ذات نفسه، وأجى هذا البوليس من محل يعني أجى لحاله، أجى بالسيارة لحاله، ما خلى الشرطيين التانيين يحكوا، أجى أخذ الإشي يعني زمام الأمور لأيديه، فاهم كيف؟ وجه هجم عليه يعني مد ايده عليه، فهمت كيف؟ اجل ولا صارت لخه وهيك فلتهم وراح رجع كمان مره فلتوا ابعدنا، تعرف كيف يعني نفزع على شو اسمه، راحوا ورجعوا كمان مره رفعوا ايدهم عليه. يعني الزلمه بده زي ما تقول بده يعلم عليه، يرفع ايده عشان يعلم عليه، بده هذا كان يعني هيك انت الحمد لله انه هيك الاحساس كان. ايوه هذا الشيء مصور يعني، هذا الشيء الحلو يعني انه كان خلص بده اياه يمد ايده ويرفع ايده ابو سعد، ابو سعد ما رفعش ايده، اجوا يعني الاولاد والشباب وهيك وصار واو ما معه، وقدرنا نزحنا من بين ايديهم، ولا يعني لو كملنا وضلينا لحالنا كان صار شيء مش منيح، كان محبسين كنا اليوم. لو فيش عديم عرب كان يمكن كسروا لابو السعد. انا في يعني زي ما بيحكوا الخواجه اللوسه فيك يعني، انا شفت الاشي يعني انا عن جد اشي مش مزبوط، مش من مره مش مزبوط يعني، اشكر مبين انه احنا جايين نتعدى عليكم، احنا جايين بدنا نادبكم. مظبوط. وانا اللي حكيت لهم، قلت لهم احنا بدل ما نشوفكم نحس في الامان، احنا بنشوفكم نخاف منكم عشان عارفين انكم بتاذونا، انتم مش رح تساعدونا. حكيت له للبوليس، هذا اللي حكيت له للبوليس. وين احنا هلقيت موجودين في مركز الشرطه ونشوف ان شاء الله. بدك تحكي شيء لعرب اللد؟ الله يهديهم، بس الله يهديهم حبيبنا. السلام عليكم. عبد، انت ملازم مع ابو السعدي من مده طويله، من تقريبا صار سنه، ايش كيف ما انت بتعرف اخلاق ابو السعدي؟ مش بني ادم عنيف ولا بني ادم. طلع شوف، اذا انا بني ادم بدي مش راح امسك يكون عندي الامان ببيتي اضلش اشي يعني. هلا ادعاء الشرطه انه هي جاي على قوت انه او جابت زياده شرطه هنا مشان محاربه الجريمه، هذا كلام عار من الصحة يعني، فاهم؟ لما أنا بني آدم، أنت الشرطة كجهاز جاي بده يحارب الجريمة، بيجيش لناس أبرياء أو ناس اللي هم لا عندها ملفات، ناس اللي من شغلة لدارها، فاهم؟ تقعد تتنكل فيهم، زي اليوم عندك حملة مخالفات سير هاي، يعني امبارح 1500 مخالفة و30 سيارة نزلوا عن الشارع، اليوم بكل زاوية بتشوفهم موجودين. طب هذا شو هذا؟ اي جريمه جاي انت تكافحها هنا، صح ولا لا؟
انت جاي بدك تلم السلاح ولا جاي بدك تاخذ لنا الرخص اللي هنا؟ يعني احنا من ناس يعني كل واحد بيطلع على شغله بيجي لك بوليس بتلبسك يا عم، انت ما وقفتش على عطسور وخاوه بدك تدفع، انت مش حاطط حجره امبارح عالم يعني عالم بتقول لك احنا كنا متحزمين وحاطين حزام الامان وماشيين، تيجي اجى البوليس بقول له انت لقيت خجور اشكره اشكره بده يلبسوك ناس بعدين بيحكي لك شغله واحده ما شطه يخل عصور تعسي فاهم. هلا شوف احنا بالاول في اهل البلد ايدوا وجود الشرطه عشان مكافحه الجريمه والاجرام يعني والعمليات الطخ والاغتيالات اللي بتصير لشبابنا الصغيره، الأول الواحد أيد بس نواياهم بلشت تبين يعني الإشي إنه بدهم يثبتوا لأردان ويثبتوا للشرطة ويثبتوا للجرعين التراني إنه هاينا قاعدين من ربي في العرب شوي شوي، وأنا شايف نحن نكاو تنبكيس إشي عنيان شل ديكوي يعني فاهم. وطبعا أنت عارف شغل زي هذا إنك تجيب شرطة تجيب 150 شرطة لهين هذا بده تمويل منه بده يطلع من جيابنا صح ولا لا؟ أكيد يعني من ذاته قليله بالضبط من دانه فتله هي وانهم هم يدعوا انه جايين يحرصونا ويجوا انه يدربوا يحافظوا على سلامتنا، هذا كلام عار من الصحه في المره. يعني قبل يومين كان مع المكري تبع الولد اللي رفعوا عليه السلاح شرطي متطوع بقولنا انتوا احنا هنا مش عاجبكم واحنا مش هنا مش عاجبكم، طب شو بدك ترفع سلاح على ابننا تطخه ولد مسكين وتقول لنا انت بدناش اياك يا عمي، انت يا بطخه يا بكسر مخه فيش فيها فاهم، مش جايين يعني مش جايين حل وسط يعني تقول انه هذا يعرف يميزوا بين بني ادم بريء او بني ادم اللي هو مش تبع مشاكل فاهم، اللي هو من شغله لبيته او كمان كان زمان تبع مشاكل واليوم بطل تبع مشاكل، هذا هم ما لهم مش يحاسبوا ربنا بيحاسبوا شو اسمه لا بين بني ادم اللي هو الزعرنجي وهو البني ادم اللي بطخ واللي فيش عنده ضمير بني ادم يعني لخبط له فاهم. هلا الله مصطفى محمد تعرف بكلانية يعني هذا الموضوع، بس على اهل البلد يفهموا شغله واحده انه احنا هذا الشيء هذا احنا اللي جبناه لنا فاهم، وبدنا نتحمل يعني كيف ما انت شايف. طيب شوفوا اخواننا انا بس اللي بدي احكيهم كلمتين، البوليس حطتنا بين خيارين، الخيار الأول يا إما بده يكون قتل باللد يا إما بده يكون جيش باللد ويكسر رأسكم، إحنا بدنا نحط البوليس تحت خيار ثالث، بدناش يكون بوليس اللي هو يعتدي على الناس اللي ما لهمش دخل بالمشاكل، روح يا بوليس امسك الناس اللي بقتلوه وخلص، إذا أنت بتدور إنك أنت تكافح الجريمة كافح الجريمة وين ما موجودة الجريمة، مش تكافح الجريمة بمخالفات سير لواحد طالع على الشغل، مش تكافح الجريمة بأنك تفك الغاز من بيت واحدة بتطبخ، مش انك تكافح الجريمة بتيجي على دار تقص عنها الكهرباء لما بيكون ساعة واحدة لثلاث أربع دور، بدك تكافح الجريمة كافح الجريمة وين ما هي موجودة، انت بتعرف مين اللي بقتل وانت بتعرف من وين بتطلع الناس اللي بتقتل وين هي موجودة، والمدعين تبعك كبير كتير وبتعرف وين هو متخبي وين بخبي سلاحه، تقعدش تدور على واحد بقتل على سيارة طلع على الشغل الساعة 7 الصبح. وهذا آخر كلام، وإن شاء الله إحنا جايين بدنا نعمل زي ما لازم اللي نوقف البوليس عند حده، نجتمع مع الشباب ونعمل مظاهرة زي ما لازم، مظاهرة يومية زي ما حكينا، ومش حنفك عن البوليس إلا لما اللي كسروا إيدين البنت يطلعوا من التحنة، وكل بوليس بيعمل أي مخالفة ينصرف من هنا. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.